عدوك الشانئ الذي يلغ في عرضك وفي سمعتك ويبغيك العنة والشر، لا تلقاه بأكثر من الإغضاء الكريم والمسامحة والدعاء له بالهداية وأن يسعده الله، لأنه تعبان، هو تعبان على فكرة، أنت مش تعبان، هو تعبان، هو مشغول بيك، مشغول بنجاحك، مشغول باستقلالك، مشغول بغناك، مشغول بسعادتك، يريد أن يشقيك لأنه هو شقيان، شقيان بسعادتك، شيء غريب تماما. كما قال سانت أوغستين مرة، قال الكراهية سم لكن يقتل إيه؟ صاحبه وليس المكروه. يعني واحد يكره 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 ويحقد ويغضب، جميل، هذه الكراهية ستقتلك أنت ولن تقتلني أنا. أنت تكرهني، تبغضني، تدعو علي ليل نهار، تبغيني الويل والثبور وعظائم الأمور، جميل، هذا لا يسممني، سيسممك أنت.